يعطيكم الصحة والعافية، معكم محمد بوعريكي، حلقة جديدة من ستري أنباكسينج. هذا برنامج أكيد راح يكون برعاية يوريكيت. تأكد قاعد تتابع حساب يوريكيت.تك على الانستغرام، أنا ماسك الحساب هناك، رابط راح يطلع لك الحين عشان تتابع. عندنا هني منتج علبة موايد كبيرة، أتوقع تليفون ثاني، وأنا وايد أحب تليفونات. خل نبطل على طول. ريبنز شريط شريط شريط. أوكي بسم الله بسم الله. تليفون؟ أوه لا مو تليفون، لا 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 قوية قوية قوية. جو برو هيرو 5، هذه جو برو الجديدة، وجو برو وايد عزيز على قلبي لأن أنا بلشت أصور حلقاتي باليوتيوب باستخدام جو برو هيرو 3 اللي نزلت قبل هذه الإصدارين. عندي هني الهيرو 5 حركات يوريكا. أوكي اللي ما يدري، شركة جو برو سوت لنا الجو برو هيرو، كاميرا صغيرة تقدر تحطها وياك أي مكان، راح تعطيك فيش آي، وايد أنجل لينز، تصور لك لي 4K. طبعًا يدري يصورون 4K، قدم كانوا يصورون لفول اتش دي، بس الهيرو برو 3 كان صور 4K. وراح تعطيك تفاصيل وايد وايد قويه، فلها ماونتس بشكل وايد كبير تقدر تحطها باي مكان تبي وتصور لك محتوى وايد عالي الجوده. فنعرفت اول شيء بالسيلفي ستيك، الناس وايد كانت تحطها على الستيك وتصور، بعدين قاموا يحطونها على هيلمتس، على خوذه، على سياره، على جيتسكي، على اي مكان تبي وتصور لك محتوى دقته وايد وايد راح تكون عالي الجوده. فيها نوعين، في بلاك وسيلفر. انا عندي هني البلاك، والبلاك عاده هو اللي يكون هاير اند من ناحيه السبيكس، راح تكون ووتر بروف، راح تكون فيها فويس كنترول، وهذا الشغله الجديده اللي جو برو الحين قاعد تطلع لك اياها، انت تقدر تتحكم بالكاميرا عن طريق الصوتيات، وهذا شيء وايد ممتاز. فيها ستابلايزيشن وتاتش ديسبلاي بلت ان، بالمقابل قبل انت كنت لازم تشتري شاشه بروح او جو برو 4 سيلفر اديشن كنت تقدر تحصل فيها بلت ان ديسبلاي. راح يجي معاها ماونت ومكان قاعده عشان تركبها، غير الماونتنج فريم اللي انت راح يكون موجود عندك داخل العلبه. طبعا في لها تطبيق على الاي او اس، وفي لها تطبيق على الاندرويد عشان تقدر تتحكم بالمحتوى او تستخدمه كفيو فايندر قبل لا تلتقط الفيديو او الصوره. وراح يكون هنا عندك 12 ميجا بكسل مستشعر مالها، 30 فريم حق البرست، يعني تصور لك 30 فريم ورا بعض، طلع لك اياهم كلهم عالي الجوده. 10 امتار تحت الماي، فيها واي فاي اند بلوتوث وفويس كنترول مثل ما قلت لكم، تاتش ديسبلاي من الخلف، فيها جي بي اس بلتن، راح يكون تصوير فيديو فيها 4K 30 فريم بالثانية، 1440p 80 فريم بالثانية، او 1080p 120 فريم بالثانية حق سلو موشن اكيد. وراح يكون فيها سمبل بوتن كنترول، وايد سهل تتحكم فيها. ادفانس ويند نويز ريدكشن، هذا الشيء راح يكون وايد مهم بالذات لما انت تسوي اكتيفيتيز تكون عالية، تقدر هذه تعلقها على درونز. غير الدرون اصلا مالت جو برو كارما راح يكون هي بلتن معاها الجو برو هيرو 5. ومرة ثانية فيديو ستابلايزيشن، ستيريو اوديو، مايك انبوت تقدر تركب فيها مايك انبوت عشان تسجل صوت، وراح تعطيك رو فوتج و دبليو دي ار فوتوز من ناحية التصوير. وايد مواصفات على كاميرا مثل ما انتم شايفين انها صغيرة، وايد شركات قامت تعتمد تصوير افلام اصلا، ولقطات وايد تطلع من افلام ومسلسلات وما اعرف ايش عن طريق الكاميرا الجو برو. فهي صراحة كاميرا حق الناس اللي تحب تسافر، رياضيين اللي يحبون يسوون وايد اكتيفيتيز وحركات، هذه الكاميرا راح تكون جدا ممتازة بالنسبة لهم. او اذا انت كنت مثلا هاوي انك انت تحب تصور شغلات تكون لها يعني برسبكتيف مختلف، راح يكون جو برو جدا ممتاز. خلينا نشوف شنو راح يكون داخل العلبة. اوكي عندنا كتيب، و اكيد راح يكون عندنا قاعده واحده. هذه البطاريه مالت الجو برو، خلينا نشوف كم ملي امبس، اذا صار راح يفرق هالشيء من ناحيه الاداء. 1220 ملي امب، فما راح يستهلك وايد اصلا. تستخدم اليو اس بي سي، يو اس بي سي شلون. اوكي هذه هي الجو برو هيرو 5 بلاك اديشن، طبعا المات بلاك هذا اللون الاسود المطفي اللي دار مدارها وايد وايد حلو. خلينا نشوف شلون تقدر انت. ذكريات ذكريات صراحه، يا من زمان ما استخدمت جو برو، واخر جو برو فعليا استخدمته كانت جو برو هيرو 3. منتج فظيع صراحه، تقدر تسوي فيه وايد وايد امور. اذا بنشوفها بدون الماونتن كيس مالها، هذه هي راح تكون الكاميرا، الشاشه صارت بلت ان، وهذه حركة أنا استفيد منها صراحة. يعني جو برو هيرو 3 كان عندي لها شاشة بس مركبها بروحها اندفجولي، تشتريها بروح، وهذه هي الكاميرا. بروعة صراحة، شيء وايد وايد حلو، حجمها وايد لابق، حجمها وايد صغير، ملمومة، روعة، وايد وايد حلوة. خلينا نشوف شلون إذا نقدر نشغلها على السريع. أوكي البطارية ركبت، ممتاز، اعطتني انديكيتر ان في بطاريه، بسم الله اشتغلت. جو برو هيرو 5 بلاك اديشن، ما يبي له تبون لها مراجعه، تدري ايش لازم تسوي؟ تعطي لايك حق الفيديو وان شاء الله راجع لكم اياها.
خلنا ندخل الحين English. الديت اليوم راح يكون أوكي، تغير بين الفيديوز. فوق عندك أنت الكابتشر والكويك كابتشر. حلو. اليو آي مالها وايد وايد بسيط صراحة، عشان تقدر أنت تسوي سوايبس ما بين فوق وتحت تطلع. حلو، الحين شغالة، ما عندي إلا 7%، طفت، ما في شحن، أحتاج أني أشحنها. طيب أنا حبيت المرة أفاجئكم طريقة مختلفة، راح أسوي سحب مرة ثانية. هذا السحب أكيد راح يكون بتعاون من شركة يوريكا على الجو برو هيرو 5. فإذا أنت كنت بتدخل هذا السحب، كل اللي لازم تسوي أنك تسوي فولو حق حساب يوريكا دوت تك على الإنستغرام، تعلق على آخر صورة تشوفها هناك وتجاوب على السؤال اللي أنا راح أسألك إياه. في حالة أنت كنت شايف هذا الفيديو من أول إلى أخير، راح تعرف تجاوب السؤال هذا بشكل وايد وايد سريع. تجاوب على السؤال هناك وتمنشن 4 من ربعك، 4 from your friends، 4 من أصحابك، 4 من أقربائك، كيفك 4، تسوي منشن حق 4 أشخاص وتجاوب على السؤال على آخر صورة موجودة وتسوي فولو حق حساب يوريكا دوت تك على الإنستغرام. السؤال هو راح يكون كالآتي: شنو أول كاميرا أنا استخدمتها عشان أصور حلقاتي باليوتيوب؟ ذكرت هالشيء بهالفيديو هذا. قدرت تجاوب على هالسؤال، حط الجواب على البوست الأخير، راح يكون موجود على حساب إنستغرام اللي يوريكا دوت تك. سو فولو حق الحساب، منشن 4 من ربعك وجاوب على السؤال، وان شاء الله تدخل حق السحب على الجو برو هيرو 5 باذن واحد احد. وهذه راح تكون مقدمه من شركه يوريكا، وايد وايد سهل. مره ثانيه، كل اللي لازم تسوي جاوب على هالسؤال على اخر صوره تشوفها بالانستغرام بحساب يوريكا دوت تك. سو فولو حق حساب يوريكا دوت تك، منشن 4 من اصحابك، ربعك، اقربائك، كيفك، وان شاء الله تدخل السحب. السؤال مره ثانيه: شنو اول كاميرا انا استخدمتها عشان اصور حلقاتي في اليوتيوب؟ فبس مشكورين يوريكا، سامحوني على طالك صور. سامكم تعيشون. أحمد بعريكي، فما الله الكريم.